السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية، وسوف نتعرف اليوم على حرف جديد. يا ترى ما هو الحرف؟ هيا نستمع إلى القصة لنتعرف على الحرف، والقصة بعنوان عيد ميلاد ثريا. استيقظت ثريا من النوم وهي سعيدة جدا لأن اليوم هو يوم عيد ميلادها، وقد جهز لها والديها مفاجأة جميلة. يا ترى ما هي؟ ماذا أحضرت لي اليوم يا أبي؟ أحضرت لك اليوم هدية جميلة، وهي كتاب به مجموعة من صور الحيوانات. فتحت ثريا الكتاب فوجدت صورة ثعبان والثعلب، أما هدية والدتها فكانت ثوبا جميلا. شكرا يا أبي، شكرا يا أمي على هذه الهدايا الجميلة. إيه هي الحيوانات يا أصحابي اللي ظهرت في كتاب ثريا؟ ثعبان وثعلب. أحسنتي. طيب إيه هي هدية والدة ثريا لثريا؟ ثوب جميل. أحسنتي. طيب يا أصحابي، إحنا كده لقينا إن كل الكلمات بدأت بنفس الحرف، وهو حرف الثاء، اسمه ثاء وصوته ثه، اسمه ثاء وصوته ثه. طيب يا أصحابي يا حلوين، تعالوا نتعرف كيف يكتب حرف الثاء. سنة صغيرة فوق السطر، خط نايم كده على السطر، وكمان سنة فوق السطر، ونقطة ونقطة فوقيهم نقطة. يلا نقولها مع بعض مرة كمان. سنة صغيرة فوق السطر، خط نايم كده على السطر، وكمان سنة فوق السطر، نقطة ونقطة فوقيهم نقطة. أحسنتم يا نجوم الصغار. إيه رأيكم دلوقتي نفتكر مع بعض أصدقاء حرف الثاء اللي ظهروا معايا في القصة؟ ثعبان، ثور، ثوب، ثعلب. أحسنتم يا أصدقائي. كمان أنا عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا. حرف الثاء من الحروف اللثوية. يعني إيه الحروف اللثوية؟ الحروف اللثوية لازم لما أنطقها أطلع حتة من لساني. طيب تيجوا نغني أغنية الحروف اللثوية. الحروف اللثوية حروف جميلة وشائية، لازم واحنا بننطقها نطلع حتة من لساننا. أحسنتم يا أصدقائي. طيب يلا مع بعض نقول الأغنية مرة كمان. يلا بينا نسمع أغنية حرف الثاء. ثاء ثعلب صاد دجاجة، هو مكار وقت الحاجة. ثاء ثعلب صاد دجاجة، هو مكار وقت الحاجة. أحسنتم يا أصدقائي الصغار. طيب دلوقتي تعالوا نتعرف مع بعض على الواجب وإزاي هنحل الواجب. هنكتب حرف الثاء مرة صحيح ومرة مشبوك، وإحنا دايما عارفين إن كل الحروف ليها شكلين، واحد صحيح والتاني مشبوك. هنكتب على السطر وبخط جميل حرف الثاء: ثاء ثعبان، ثاء ثوب. بعد لما نخلص كتابة حرف الثاء هنلون الثعبان، وبعد لما نخلص تلوين الثعبان هننزل على السؤال الثاني: لون الثياب التي بها حرف الثاء. هندور على حرف الثاء، يا ترى فين حرف الثاء؟ آه، حرف الثاء موجود مرتين. هنلون الثوب اللي داخله حرف الثاء. وبكده نكون خلصنا واجب حرف الثاء. إلى اللقاء في حصة جديدة من حصص اللغة العربية.